السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم بالتغطية المستمرة عبر قناة الأيام الفضائية للأحداث الجارية مو فقط في لبنان بالشرق الأوسط، ولكن الحدث الأهم والأبرز الذي غطى على كل الأحداث الأخرى هو استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. هذه الشخصية العظيمة إلى الآن معظم الشعوب المقاومة الحرة التي تعشق الانتصارات، التي لا ترضى بالهوان والذل والتطبيع، عايشة بساعات الصدمة إلى الآن. حتى اليوم كإعلام عراقي وإعلام إسلامي وعربي حر عايش بهذه الصدمة الكبيرة، فخسارة السيد حسن نصر الله ما تعوضها أي خسارة. ولكن لدينا الأمل ولدينا الثقة بأبناء وتلاميذ السيد حسن نصر الله في لبنان وفي المقاومة الإسلامية في لبنان. طبعا أحبتي المشاهدين، إلى الآن الكلب المسعور الصهيوني مستمر بالاعتداءات حتى بعد استشهاد السيد بقصف عنيف على بيروت، بالاعتداءات على دول تدعم محور المقاومة وفيها مقاومة. أمس كان هناك اعتداء بالشريط الحدود الرابط بين سوريا وبين العراق، اعتداء على محيط العاصمة السورية دمشق، والآن قبل عدة دقائق اعتداء على ميناء الحديدة في اليمن ومنطقة رأس عيسى، والتي حقيقة للأسف يعني أصيب أو دمرت مخازن النفط في هذه المنطقة، مع تصريح من الجانب اليمني أنه أغلب المخازن هذه فرغت لأن كانوا متوقعين هذه الضربة. حنناقش كل هذه الأحداث بتغطيتنا لهذا اليوم. اليوم موضوع مختلف، أنت مشتبه كده، أنت بتصور انك اذا فت عملت حزام امني المقاومه ستنشغل معك، اذا قدرت ستنشغل معك في القتال داخل حزام الامني وستركز عملياتها فقط على الحزام الامني؟ لا، اذا دخلت الى الحزام الامني سوف يستمر استهداف المواقع العسكريه والخدمات العسكريه والمراكز العسكريه وايضا المستعمرات ردا على استهداف المدنيين في شمال فلسطين المحتله، بل ستتوسع. هذا الحزام الأمني سيتحول إلى وحل وإلى فخ وإلى كمين وإلى هاوية وإلى جهنم لجيشكم إذا أحببتم أن تأتوا إلى أرض وستجدون أمامكم المئات من هؤلاء الذين جرحوا يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، لأن هؤلاء اليوم أشد عزماً على المضي في مقاومتكم ومقاومتكم. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين، ونرحب بضيفنا العزيز الأستاذ محمد الربيعي الخبير الأمني والسياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، وننتظر ضيفنا الآخر إلى أن يجهز من العاصمة السورية دمشق الأستاذ هيثم حسون الباحث بالشأن السياسي. طبعا نبدأ تغطيتنا اليوم من الأستاذ محمد الربيعي، واستثمر خبرتك بالموضوع الأمني وأكيد بالجانب العسكري أيضا لديك الخبرة الكبيرة. بعد استشهاد السيد حسن نصر الله هذه الحرب أصبحت رسميا مفتوحة 100%، الخطوط الحمراء، لا توجد خطوط حمراء بهذه الحرب أو المعركة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم من دمشق ولجميع مشاهدي قناة الأيام. نقول بدءا بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدق الله العلي العظيم. معزي العالم الإسلامي وأبطال المقاومة في كل مكان وبالأخص أبطال المقاومة في لبنان، لاستشهاد السيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. ما قام به العدو الصهيوني بعملية جبانة غادرة باستهداف
السيد حسن نصر الله ومجموعة من قادة المقاومة في لبنان هي ليست البداية ولن تكون النهاية. فالعملية بعد السيد حسن نصر الله، بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، بالتأكيد ومثل ما تفضلت ستكون مفتوحة، لأن رجال المقاومة في كل مكان، في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي لبنان، بالتأكيد لن يتوقفوا ولن يقفوا، لأن من يستشهد يأتي بعده، لأن المقاومة ولادة في كل مكان. واستشهاد السيد حسن نصر الله سيأتي أكثر من واحد اسمه حسن نصر الله، إذا مات حسن يبقى نصر الله. فلذلك نقول أن الكيان الصهيوني بعمليته هذه قد فتح نار جهنم عليه، لأنه يتصور أن الأمة العربية عندما سكتت والدول العربية عندما سكتت، فهذا يدل على أن هذه الأمة وهذه الدول الموجودة الآن على خارطة الوطن العربي والتي تسمى بالدول العربية قد انهارت. ولكن الحقيقة إذا انهارت الحكومات فالشعوب موجودة، وخير دليل على ذلك ما يقوم به الشعب اليمني والشعب العراقي والشعب السوري الآن بمقاومة الاحتلال. فلذلك العملية الغادرة يوم أمس الحقيقة فتحت، ومثل ما تفضلت مرة ثانية أقول، فتحت كل الخطوط الحمراء التي كانت موجودة بين المقاومة وبين الكيان الصهيوني. بالإرث الصهيوني وبالإرث اليوم الإسرائيلي، لو نرجع إلى مذكرات جولدا مائير رئيسة الوزراء الكيان الصهيوني اللي بفترة الحروب وفترة القتال الاقتتال مع العرب وغيرها، تقول عندما دخلنا القدس وأحرقنا القدس وهدمنا المنازل لم أنم في هذه الليلة، كنت أنتظر الجيوش العربية ستدخل إلى القدس، ولكن عندما عبرت هذه الليلة أيقنت أنا أمام أمة نائمة. إذا استمر الوضع بدون رد حازم وقوي من محور المقاومة، الكيان الصهيوني بدأ يتمادى أكثر وأكثر، عندما سكت الجميع عن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية تمادى أكثر وأصبحت لديه الثقة فاستهدف السيد حسن نصر الله. يعني عملية استشهاد السيد حسن نصر الله لم تأتي في يوم وليلة، هنالك تخطيط استراتيجي، تخطيط أمني، تخطيط استخباري، ومنذ فترة طويلة، لأنهم يعلمون أن وجود السيد حسن نصر الله على رأس المقاومة في لبنان وعلى رأس حزب الله في لبنان سيفتح عليهم نار جهنم، لأنه وخير دليل على ذلك عندما بدأ القتال على أبنائنا في غزة، كان أول من وقف إلى جانب أبناء غزة هو الحادثة 7 أكتوبر، بداية الهجوم 8 أكتوبر. نعم، فلذلك بدأ السيد حسن نصر الله، الشهيد حسن نصر الله، بالتحرك مع رجاله مع أبنائه في المقاومة في لبنان إلى مساندة الأخوة في غزة. فلذلك الكيان الصهيوني وحكومة نتنياهو الحقيقة لم يعجبها هذا الأمر، لأنه كانوا يتصورون مثل ما تفضلت، كانوا يتصورون أن الشعوب الحكومات العربية نائمة والشعوب العربية نائمة ولم تتحرك عندما يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ويدمرون المستشفيات. فلذلك يعني كان رد المقاومة في لبنان وحزب الله وعلى رأسهم الشهيد حسن نصر الله حقيقة كان قد قلب كثير من الموازين، كانوا أرادوا أن ينفردوا بغزة ولكنهم لم يستطيعوا بذلك. فكانت العملية، وأنا أقول العملية التي حدثت يوم أمس وقبلها من عمليات أخرى، هي كانت عملية استخبارية بالدرجة الأولى، ولم تكن عملية تجهيز لقتل أو لعملية عسكرية اعتيادية. إنما كانت كيف تشرح لنا أستاذ محمد؟ العملية كانت مخطط لها، أنا كما قلت قبل شوية مخطط لها، اشتركت فيها أكثر من دولة وليس إسرائيل فقط، اشتركت فيها أجهزة الاستخبار في الولايات المتحدة الأمريكية، أجهزة الاستخبار البريطانية، أجهزة الاستخبار الفرنسية وقد تكون الألمانية، هذه كلها قد شاركت في تزويد الكيان الصهيوني بمعلومات دقيقة عن تحركات رجال المقاومة قبل أن يتم استشهاد السيد حسن نصر الله. فلذلك كانت العمليات السابقة هي البداية لاستشهاد السيد حسن نصر الله.
للأسف الشديد رجال المقاومة في لبنان لم يأخذوا درسا من عملية تفجير الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصالات التي حدثت، ولم يحسبوا لها حساب، رغم أن السيد الشهيد قد نبه على هذا الموضوع وقال بالحرف الواحد اتركوا هذه الأجهزة، لأن هذه الأجهزة هي التي دمرتنا وهي التي ستضعفنا إذا استمرينا عليها. قال لي يا خي اترك هذه الأجهزة بهذه اللهجة اللبنانية. فلذلك يعني أكد على هذا الموضوع، لكن للأسف الشديد سيد محمد ليش استنتجت أنه هذه العملية المخابراتية أو الاستخباراتية اللي نفذها الكيان الصهيوني باختيار السيد حسن نصر الله اشتركت بها مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحتى ممكن فرنسية وألمانية؟ الآن الداعم الأكبر للمقاومة في اليمن هو السيد حسن نصر الله، خير دل على ذلك هناك استشاريين من حزب الله موجودين فعلا في اليمن. نعم. ما يقوم به الآن المقاومة في اليمن من أبناء الحوثيين بتدميرهم وغلق الممرات المائية على الولايات المتحدة الأمريكية وضرب أبناء المقاومة في اليمن لكثير من بوارج من البوارج الحربية الغربية وبوارج الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تتنازل عن جبروتها ولا تريد أن تنزل من برجها العاجي من خلال أبناء المقاومة في اليمن، وهم يعلمون خير ويعلمون بأن من يقف إلى جانب اليمن ويجهز اليمن ويدرب أبناء اليمن هم أبناء المقاومة في لبنان، فلذلك عملية استشهاد أو العملية لاستشهاد السيد حسن نصر الله الغرض منها هي إيقاف العمليات التي يقوم بها أبناء المقاومة في اليمن اتجاه البوارج البحرية والأمريكية والغربية. نعم أستاذ محمد، هذا تحدثت بشكل على العملية على اليوم الخطط التي سبقت هذه العملية، لأن استهداف السيد حسن نصر الله يحتاج إلى جهد مخابراتي كبير وعظيم. نعم. جدا والعظم الله سبحانه وتعالى. الموضوع بدأ اليوم، يعني الجميع توقع أنه بعد استشهاد السيد حسن نصر الله ممكن الكيان الصهيوني يخفف وتيرة اعتداءات الإرهابية، ولكن بالعكس زاد الأمس إلى اليوم القصف على الضاحية الجنوبية على لبنان، القصف على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، قصف محيط مناطق في محيط العاصمة دمشق، والآن قصف مناطق في اليمن. كيف تفسر هذا الموضوع؟ أخي العزيز، من لم يحترم القرارات الدولية والقوانين الدولية لا يمكن ردعه. نحن نعلم بأن الكيان الصهيوني رغم الاجتماعات ورغم القرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي ومن الأمم المتحدة بردع الكيان الصهيوني في أكثر من مناسبة، لكن الكيان الصهيوني وعلى رأسه نتنياهو، لأننا نعلم أن إيقاف الحرب ستدمر نتنياهو بالدرجة الأولى، سوف يلاحق قضائيا وهو لا يريد ذلك، فلذلك يريد أن يبقى ويحافظ على نفسه وعلى عائلته وعلى المقربين له، لأن إيقاف الحرب معناها انتهاء العمليات العسكرية، وبالتالي ستصفي الأمور أو قد تهدأ الأمور، وهذا الهدوء سيأتي بالكارثة على نتنياهو. ما نقدر نفسر التهور الصهيوني أنه استعجال للنصر؟ هو لا يمكن، يعني انت من قال لك يعني الان هي العمليه عمليه استشهاد السيد حسن نصر الله وبعض القاده من المقاومه هو نصر، هذا هو بدايه لانهيار الكيان الصهيوني. قد أنا كثير أتكلم مو بوجهه نظري كعربي وكمسلم. نعم. اتكلم بوجهه نظر الداخل الصهيوني ينظر الى استهداف واستهداف سيد حسن نصر الله بالنظرية الصهيونية إعلاميا حكوميا هو يعتبر نصر من أبجديات النصر. نعم لديهم. نعم نعم نعم. أنا قلت قبل قليل أن نتنياهو بهذه العملية أراد حقيقة طريقين. الطريق الأول هو إسكات أصوات أهالي الأسرى لدى أبناء غزة والمقاومة الإسلامية في حماس. نعم. وأراد أيضا أن كما يصورونهم تأديب المقاومة في لبنان، لأنه هي الداعم الأول لأبناء غزة، فلذلك العملية ليست عملية هينة وليست عملية قليلة، لكن نعود ونأكد على موضوع العملية.
العملية لم تأتي من فراغ، العملية لم تأتي أيضا بجهد استخباري 100%، كان هنالك جهد أرضي للعملية. نعم هناك جهد أرضي، لأنه لا يمكن للأجهزة الاستخبارية وأجهزة التجسس وأجهزة التحسس وأجهزة الآن الحديثة أن تصل إلى 30 متر تحت الأرض. إذن كان هنالك رجال فوق الأرض هم الذين بدأوا بإرسال المعلومات بتحرك السيد حسن نصر وقيادات المقاومة للاجتماع الذي حصل في بيروت الجنوبية. فلذلك العملية عملية حقيقة شائكة وعملية معقدة جدا، إضافة إلى الجهد الاستخباري هنالك جهد تجسس أرضي من قبل أشخاص يعني جندتهم إسرائيل وجندتهم الولايات المتحدة الأمريكية لتتبع حركة السيد حسن نصر الله. نحن نعلم أن السيد حسن نصر الله الله يرحمه الشهيد حسن نصر الله حقيقة كان حركاته محسوبة وحركاته دقيقة جدا، ولا يتحرك إلا بمعلومات يعني من مكان إلى مكان لا يمكن أن يراها أحد، لا يمكن حتى أثناء الاجتماعات. يعني كثير من الأخوة يقولون أن نحن لم نرى السيد حسن نصر الله إلا في اجتماعات نادرة جدا، كانت كلها عبر الشاشات وعبر دوائر تلفزيونية مغلقة بالضبط. فلذلك عملية حركة السيد حسن نصر الله عملية يعني حركته كانت مدروسة وحركته لديها أجهزة بالضبط. أستاذ أريد أرجع وأقول أنه أريد أستثمر خبرتك الأمنية والعسكرية. من عام 1982 أسس حزب الله أو المقاومة الإسلامية في لبنان، وهذا حقيقة التنظيم الكبير والذي حقق انتصارات وعمليات نوعية. توقعاتك كخبير أمني وعسكري، هذه البنية، هذا اليوم من عام 1982 ممكن لا سامح الله بعد هذه الضربات وبعد استشهاد أبرز القادة في حزب الله ممكن يحصل له خلل كبير أو لا؟ اليوم احنا ننظر إلى حزب الله شبه الجيش، جيش النظامي الخاص لأي دولة، يعني تقريبا تقديراتك وتوصيفك لهذا. احنا إذا نريد نوصف هذا الموضوع، شوف عندنا وصفين. أولا الطالب في المدرسة يوم بعد يوم يتعلم، يصل إلى مرحلة من الابتدائي إلى مرحلة الجامعة، وكل يوم يتعلم شيء جديد. في العراق لدينا بعد الاحتلال الأمريكي إلى العراق عام 2003 وانهيار الجيش العراقي وتصفية الجيش العراقي السابق، كانوا يتصورون بأن الجيش العراقي لا يمكن أن يعود، ولكن بعد 2003 بدأت حركة إعادة الجيش العراقي يوم بعد يوم، إلى أن وصلنا إلى عام 2014 عندما دخل داعش بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل يعني تدمير العراق شماله وجنوبه والسيطرة عليه بعد أن فشل حقيقة فشل ذريع في السيطرة على كل مناحي الحياة. فلذلك المقاومة الإسلامية في لبنان والتي تأسست عام 1982 وأيضا كانت على رأسها قيادات معروفة، وبعد أن تقلد السيد الشهيد حسن نصر الله مقاليد الحكم عام 1994 بدأ ببناء واستكمال لما تم بناءه، وبدأ التدريب ووصل إلى مراحل متقدمة جدا، بحيث بدأت المقاومة الإسلامية في لبنان يعني حزب الله بدأ أصبح قوة لا يستهان بها من حيث العدة والعتاد. تتفق مع مقولة أن حزب الله في المنطقة أصبح ينافس بس الأقوى من جيوش نظامية في منطقة الشرق الأوسط؟ أكثر من دولة، يعني الدول العربية الآن التي تعتمد على الأسلحة الجاهزة الأمريكية وغير والغربية، حزب الله بقيادة السيد حسن نصر الله بدأ بصناعة أسلحة وتطوير أسلحة، صواريخ وطائرات مسيرة ويعني مختلف الأجهزة العسكرية. أنا وصلت إلى لبنان، إلى جنوب لبنان، شاهدت الأسلحة اللي دمرتها المقاومة والأسلحة المتطورة جدا الإسرائيلية بأسلحة صناعة من محلية. صناعة المقاومة 100%. نعم. إضافة إلى المناطق، يعني المنطقة اللي زرتها أنا الحقيقة كانت منطقة يعني محصنة جدا ولا يمكن
للكيان الصهيوني أن يخترقها بكل كافة الوسائل. نعم طبعا أكيد نرحب بضيفنا من سوريا الأستاذ هيثم حسون الباحث بالشأن السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ هيثم. أسعد الله لكم، التحية لكم وللسادة المشاهدين. تحياتنا لك أستاذ هيثم. أستاذ هيثم، بعد حادثة استشهاد السيد حسن نصر الله، ما زال اليوم التهور الصهيوني. أمس كان هناك قصف للشريط الحدود الرابط بين العراق وسوريا، أيضا سمعنا عن بعض الاعتداءات في محيط العاصمة دمشق. تحليلك وتفسيرك لكل الأعمال الصهيونية اللي قاعد يقوم بها؟ أولا التعزية لكل شهداء هذه الأمة، التعزية للشهيد سماحة السيد حسن نصر الله، التعزية للمقاومة الوطنية اللبنانية، العزاء أيضا لكل هذه الأمة التي تؤمن بأن المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير أرضها. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الإجرام الصهيوني ونتحدث عن الإجرام الذي نفذ خلال هذا الشهر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ليس الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني هو عبارة عن الأداة ورأس الحرب التي استخدمتها الولايات المتحدة لتنفيذ كل هذه الجرائم، ابتداء بجريمة تدمير غزة والضفة وصولا إلى الجرائم التي ارتكبت لتدمير جزء من لبنان، والجريمة الكبرى التي تمثلت بعمليات الاغتيال الكبيرة التي نفذت، إن كان من خلال عملية البنجر، تفجير البنجر أو أجهزة الاتصالات، ومن ثم اغتيالات لعناصر قيادية في المقاومة وصولا إلى رأس الهرم المقاوم في هذه الأمة. نعم. وليس في حزب الله فقط والمقاومة اللبنانية، سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله. عندما نتحدث عن هذه الجريمة النكراء، فبالتأكيد الكيان الصهيوني يحاول الاستفادة القصوى من حالة التخبط التي يعتقد أن المقاومة وصلت إليها أو أصيبت بها نتيجة الخسائر الكبيرة بطبيعة الحال والتي لا يمكن أن تنكر من خلال الضربة أو الضربات المتتالية التي ألحقت بالمقاومة اللبنانية، إن كان في العناصر القيادية أو في الجهاز الأمني أو من خلال استشهاد كبار قادة المقاومة وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله. المقاومة اللبنانية اليوم يمكن أن تكون في حالة عدم استقرار جزئي، ولكن هذا بالتأكيد لن يؤدي إلى انهيار المقاومة ولن يؤدي إلى تغيير في حالة المقاومة، الحالة القتالية، حالة الجاهزية، حالة الاستعداد، حالة التعامل مع مستجدات الأحداث. قد تكون المقاومة بحاجة لأيام للعودة مجددا إلى الحالة الطبيعية أو الحالة شبه الطبيعية، إلى حالة التأقلم مع المتغيرات القيادية والمتغيرات في ساحة الميدان بشكل متكامل، ولكن بالتأكيد هذا لن يؤدي كما ذكرنا إلى أي خلل كبير في المقاومة يجعل الكيان الصهيوني يتحدث كما تحدث اليوم بعض قادته من أنهم أنهوا الحساب مع حزب الله أو مع قيادات حزب الله. هم يعتقدون أن هذه التصريحات ستجبر القادة الجدد في المقاومة على الذهاب إلى اتفاق أو القبول باتفاق لوقف إطلاق النار بشكل منفرد بعيدا عن جبهة غزة، وبالتالي يحققوا الأهداف التي لم يستطيعوا تحقيقها من خلال العام المنصرم. نعم. كاملا من الحرب على الجبهتين الشمالية والجنوبية. نعم أستاذ هيثم، أعود للسؤال الذي سألته لحضرتك وطرحته على حضرتك. سوريا، لماذا دائما هناك قصف مستمر على بعض المناطق السورية؟ أمس آخر 24 ساعة تقريبا اعتداءين في الشريط الحدود الرابط بين سوريا والعراق وأيضا في محيط دمشق. دائما الدفاعات الجوية السورية تعمل بشكل دائم، لماذا الكيان الصهيوني يعتدي دائما على سوريا؟ طبعا منذ بداية الحرب على سوريا، بداية الحرب في عام 2011، دأب الكيان الصهيوني على الاستفادة من هذه الحالة التي تسببت بها المجموعات الإرهابية، حالة الهجوم على الدفاعات الجوية السورية وعلى قسم كبير من القوى، بالإضافة إلى انشغال الجيش العربي السوري بمهمة القضاء على الإرهاب. هذا الأمر مكن الكيان الصهيوني من تحقيق تفوق عسكري يستفيد منه في استهداف مواقع يدعي بشكل
المستمر أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني وتابعة للمقاومة الإسلامية اللبنانية أو لحلفاء آخرين لسوريا. بطبيعة الحال الأهداف التي يريد تحقيقها الكيان الصهيوني من خلال هذه الأهداف من خلال هذه الاعتداءات متعددة. الهدف الأول هو قطع الاتصال بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وسوريا، حالة الاتصال التي تتصل إلى جبهات المقاومة الفلسطينية واللبنانية. ثانيا، الكيان الصهيوني يدعي بشكل مستمر أن الساحة السورية هي ساحة المرور لكل الأسلحة الكاسرة التي تستخدمها المقاومة اللبنانية والمقاومات الأخرى. الأمر الثالث، أنهم يدركون جيدا أن الساحة السورية هي تشكل العمق الاستراتيجي للمقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية، وتشكل العمق الاستراتيجي أيضا للمقاومة العراقية التي تناور في الساحتين السورية والعراقية. طبعا صاحب القرار في هذه العمليات هو الولايات المتحدة الأمريكية، والكيان الصهيوني هو المنفذ لهذه الاعتداءات، لأنه يدرك أن عودة حالة الاستقرار إلى سوريا تعني إتاحة الفرصة لتعزيز قوى المقاومة في هذه المنطقة، وبالتالي الحاق الهزيمة بالكيان الصهيوني. جزء من عمليات الاستهداف الحالية هي لمنظومات الدفاع الجوي، مراكز الأبحاث، مراكز تطوير السلاح، مراكز نقل السلاح، أي المستودعات الأساسية التي يعتقد الكيان الصهيوني أن المقاومة اللبنانية تحصل على إمداداتها الاستراتيجية منها خلال السنوات الماضية وصولا إلى اللحظة التي نحن فيها. نعم أستاذ هيثم، أعود مع الأستاذ محمد الرباعي. أبقى بموضوع سوريا، حقيقة أنا قبل عدة أشهر سمعت مصدر وتحليل من شخص حقيقة مقرب إلي، يعني وهو شخص سوري، يقول أنه أغلب ممكن التكنولوجيا العسكرية التي يمتلكها حزب الله هناك في صنعت في مراكز بحثية في دمشق، ونفى وحقيقة الغارات الإسرائيلية أيضا قصفت هذه المراكز خاصة في مناطق الموجودة في دمشق، يعني في العاصمة السورية. الاعتداءات المتكررة على سوريا بمختلف المحافظات بحجة نفس ما قال أستاذ هيثم أنه هذه مراكز للحرس الثوري هذا إلى آخره، هل تتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أن استقرار سوريا هي قوة للمقاومة في لبنان وفي فلسطين؟ إحنا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية يعلمون حق المعرفة بأن العمق الاستراتيجي للمقاومة الإسلامية في لبنان والعمق الاستراتيجي لحزب الله هم سوريا بالدرجة الأولى، لأن العراق قد يكون بعيد، اليمن قد تكون بعيدة، لكن العمق الاستراتيجي هي سوريا. سوريا لماذا تقصف سوريا يوميا؟ قبل هاي العمليات يوميا عمليات مستمرة يعني داخل العمق السوري. هم حقيقة يريدون أن يوصل رسالة إلى المقاومة الإسلامية في لبنان بأننا نستطيع أن نصل إليكم. هذه الرسائل لم تأتي أيضا تأتي جزافا، وإنما جاءت هذه الرسائل وعندما اعتدى الكيان الصهيوني على سوريا وعلى كثير من مناطق سوريا، وعندما علم الكيان الصهيوني بأن الدول العربية لم تحرك ساكنا لنصرة سوريا، فلا يمكن أن تحرك ساكنا لنصرة لبنان والمقاومة، واعتبرت وكثير من الدول العربية يعني الآن التي تعمل في ركب الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر حزب الله حزب إرهابي، يعني صنفوه من ضمن الدول من المنظمات الإرهابية. فلذلك سوريا هي الوحيدة التي وقفت إلى جانب، إضافة إلى العراق يعني المقاومة في العراق ومن بعيد واليمن من بعيد إلى جانب أيضا المقاومة. نقدر نسميه دعم متبادل. إحنا لا ننسى الأزمة التي حصلت في سوريا بسبب اليوم ما يسمى الربيع العربي وغيرها من هذه الأمور، كانت للمقاومة الإسلامية لحزب الله دور كبير بحفظ النظام وحفظ الأمن في سوريا. أبدا هذا أي منصب للحق عليه أن لا ينسى ذلك. يعني الوقفة التي وقفها الشهيد حسن نصر الله وحزب الله بالنسبة إلى سوريا هي التي أوقفت انهيار الحكومة السورية، إضافة إلى دعم المقاومة. وصل إلى مرحلة يقول إذا وصل المرحلة أنه أنا أروح إلى سوريا
أروح إلى آسيا. نعم. نعم نعم، هذا دليل على الترابط وعمق الترابط الإسلامي وعمق الترابط المقاومة. وأيضا السيد الشهيد حسن نصر الله كان يعلم بأن انهيار سوريا معناها انهيار المقاومة وانهيار لبنان، وبالتالي ممكن أن يعني الآن كثير من المخططات وكثير من الخبراء الاستراتيجيون يقولون بأن الدور الآخر سيأتي على العراق وسيأتي على اليمن، لأن هنالك مقاومة في هذه الدول. ولكن هم يتجاهلون بأن انهيار بعض الدول العربية وسيرها في ركب الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع اتفاقيات الصلح مع الكيان الصهيوني، يعتبرون هذا كسب أو نصر للكيان الصهيوني. لكن في الحقيقة هناك، أنا قلت في البداية، الشعوب تختلف عن الحكومات بالضبط. الشعوب لها كلمتها في كثير من الأمور. فإذا سكتت الدول العربية التي الآن تسير مع ركب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا طبعا نقطة مهمة جدا، الذي دعا الكيان الصهيوني أن يتحرك ويضرب المقاومة في اليمن ويضرب المقاومة في لبنان، وعملية الاستشهاد هي بسبب انهيار الحكومات العربية التي تسير في ركب الولايات المتحدة الآن الأمريكية. أستاذ محمد، الآن هناك تحديث تسجيل عدة إصابات بين المدنيين باستهداف العدوان الصهيوني لمحطة توليد الكهرباء في محافظة الحديدة باليمن. هل الآن بدأت اليوم بصفحة اليمن مثلا أو لا، هذه ضربات ردا على الصواريخ البالستية التي سقطت وخلص، ضربات محدودة تختلف عن قضية لبنان؟ لا يمكن للكيان الصهيوني أن يوسع عمل منظومة الحرب، يعني يأخذ أكثر من اتجاه. الآن جل اهتمامه هي المقاومة في لبنان، جل اهتمامه الآن هو تدمير حزب الله، بعد أن اعتقد بأن استشهاد السيد حسن نصر الله وعدد من القادة قد تنهار المنظومة العسكرية والمنظومة الأمنية لحزب الله. لكن هي الحقيقة يعني نعم، قد أثرت تأثير على الخطط العسكرية، قد أثرت على المنظومة الاستخبارية، لكن هذا لا يعني انهيار المقاومة في لبنان. المقاومة الآن يعني لديها تاريخ طويل في عمليات المقاومة للكيان الصهيوني من 1982 إلى 1994 إلى الآن. كل هذه السيد الشهيد حسن نصر الله يبني جيش، يبني منظومة، يبني قيم، يبني فكر، فهذا لا يمكن أن ينهار بين ليلة وضحاها. نعم. أنتقل للأستاذ هيثم حسون الباحث بالشأن السياسي من سوريا. أستاذ هيثم، اليوم اغتيال السيد حسن نصر الله يجب أن يكون هناك رد من محور المقاومة، رد يوازي هذه المصيبة الكبيرة وهذه حقيقة الضربة الكبيرة التي تلقاها اليوم محور المقاومة. هل تتوقع الرد سيكون منفردا من حزب الله أو رد جماعي في توقيت واحد؟ فقط أريد أن أعلق على موضوع مهم، وهو موضوع العلاقة بين المقاومة الإسلامية اللبنانية والجمهورية العربية السورية. هذه العلاقة التي طبعا بنيت على أساس وجود العدو المشترك، وجود التهديد المشترك. المقاومة الإسلامية في لبنان قامت بدور كبير لا يمكن لأحد أن ينساه في دعم سوريا لمكافحة الإرهاب، استنادا لإدراك حقيقي وتقدير موقف حقيقي عسكري وسياسي لدى سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله. تقول هذه أو في خلاصة لهذا التقدير للموقف إن سوريا تشكل واسطة العقد بالنسبة لمحور المقاومة، وانقطاع هذه الواسطة يعني ابتعاد الداعمين عن الجبهة الأساسية أو عن جبهة المواجهة وخطوط التماس، يعني ابتعاد العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطع خطوط التواصل مع جبهات المقاومة في خطوط التماس، وهي المقاومة الإسلامية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية. وأعود إلى سؤال حضرتك المتمثل بالرد على الجريمة الكبرى التي ارتكبت، والتي طبعا ليس فقط المتمثل باستهداف سماحة الشهيد حسن نصر الله، رغم أنه الجبل الشامخ لكل مقاومات هذه المنطقة الذي تستند إليه كل أو يستند إليه كل أحرار هذه المنطقة وجزء كبير من أحرار العالم. الحقيقة أنا يعني أدرك جيدا
أن القدرات لأطراف محور المقاومة ليست متساوية، ولكن بالتأكيد من سيقوم بالرد المباشر على هذه الاعتداءات وعلى هذه الجرائم أولا المقاومة اللبنانية والمقاومة الفلسطينية الموجودة الآن في حركات في حالة اشتباك لا زالت مستمرة على صعيد المقاومة اللبنانية رغم الضربات التي تلقتها ورغم الخسائر التي منيت بها خلال الأيام الماضية. يعني أستاذ هيثم من خلال كلامك في تصعيد التصدي للعدوان الأمريكي باعتبار أن الولايات المتحدة هي صاحبة القرار، بالإضافة إلى الجبهة اليمنية التي شكلت جبهة إسناد فاعلة منذ بداية الحرب من خلال فرض الحصار على الكيان الصهيوني وإبعاد أسطول البحر الأحمر الأمريكي والبريطاني وأسطول الخليج العربي من البحر الأحمر والخليج. وطبعا هذا الأمر تطور خلال الأيام الماضية من خلال استخدام الصواريخ البالستية والفرط الصوتية. أعتقد أن هذا الأمر سيزداد خلال الساعات والأيام القادمة من أجل جعل الكيان الصهيوني يدفع ثمن هذه الجرائم. أما الأطراف البقية أو الأخرى فأعتقد أنها أو دورها سيكون دور داعم وإسناد للمقاومات المشتبكة مع الكيان الصهيوني. نعم أستاذ هيثم، أعود مع الأستاذ محمد الربيعي نفس السؤال، هل سيكون الاسم كبير شخصية عظيمة والعظمة لله السيد حسن لا يقدر بثمن؟ أكيد. يعني مع جل احترامي سيد المقاومة لكل القيادات نعم. التي استشهدت بمحور المقاومة، يعني الاسم عظيم جدا لا يقارن، مع احتراماتنا لهم كلهم رحمهم الله، الرد يجب أن يكون مزلزل، الرد يجب أن يكون قوي. توقعاتك أستاذ سيكون الرد لبناني خالص أو بفكر واحد من محور المقاومة بوقت واحد؟ سمي السيد الشهيد حسن نصر الله سيد المقاومة، وهذه تسمية كبيرة ولها دلالات كبيرة. بالنسبة إلى رد المقاومة، أعتقد إذا كان الرد منفردا من قبل لبنان سيكون رد قليل، رغم أن الكيان الصهيوني يعلم الآن الوضع بالنسبة إلى المقاومة في لبنان وما وصلت إليه بعد استشهاد السيد حسن نصر الله والعدد من القادة. يجب أن يكون الرد شامل ومن أكثر من جهة وأكثر من مكان، لأن هذا الرد عندما يتوزع ليس كما يكون الرد من طرف واحد. يعني أنت من تمشي في طريق معين وأمامك هدف معين يختلف عن الهدف واحد، لكن من عدة جهات، عندما يكون من عدة جهات سينهار العدو أمامك. قصدك يعني فرضا إذا كانت الهجمة من اليمن ستكون الجبهة الجنوبية للكيان الصهيوني مشتعل، الهجمة من لبنان الجبهة الشمالية مشتعل، إذا كانت هناك هجمة من سوريا أو من العراق الجبهة الجنوبية الشرقية مشتعلة. هذا المطلوب، يعني المطلوب عندما تتوحد القوة قوة المقاومة وتكون ضربة واحدة سيكون تأثيرها أكبر عندما تكون الضربة من جهة واحدة. توقعاتك الزمان؟ أنا أتوقع يعني خلال الأيام أو خلال يعني هذه الأيام القليلة بعد دفن جثمان الطاهر، لأنه حسب الأخبار نعم. اللي نقلت أنه تم يعني العثور على جثمان نعم السيد نعم حسن نصر الله نعم، وحتى يقولون يعني شد انه لام جثمان الطاهر، والله صعب اتكلم بهذا الموضوع، اقول انه لم يتاثر ولم يتاثر نعم باي ضربة باي جراح باي نعم هذه الامور بسبب العصف، كانت يعني مستخدمين قنابل يعني توصلت الى 80 طن. هي فراغيه، هذه القنابل هي الحقيقه، هاي القنابل الفراغيه هي ليست جديدة ولكن تم تطويرها. يعني الصاروخ اللي ضرب الملجأ العامرية صاروخ فراغي، يعني دمر جزء من سقف المبنى، وأيضا هذه الصواريخ نحن نعلم أن 80 قذيفة تم ضربها على الملجأ اللي كان يتواجد به الشهيد حسن نصر الله والقادة، وكان تحت الأرض. فإذا لا يمكن لصواريخ ولا يمكن لقنابل أن تصل إلى هذا العمق إلا إذا كانت هذه القنابل فراغية، وهذه القنابل تم تزويد الكيان الصهيوني محرمة دوليا؟ أكيد محرمة دوليا.
فلذلك تم تزويد الولايات المتحدة تزويد الكيان الصهيوني بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نحن أعود إلى موضوع مهم أستاذ. الموضوع المهم أنه إذا الآن الكيان الصهيوني يراهن على أن استشهاد السيد حسن نصر الله ستنهار منظومة المقاومة في حزب الله هو على وهم كبير حقيقة. نعم. لأن نعلم أن المنظومة الرئاسية بالنسبة إلى قيادة المقاومة وفي حزب الله هي ليست دكتاتورية تعتمد على السيد حسن نصر الله فقط، وإنما نعم. هنالك قيادات خط أول، قيادات خط ثاني، قيادات خط ثالث، هذه كلها لا تقل أهمية. أثناء كلامنا وياك الآن ضربة صاروخية على حيفا وعكا. نعم. في داخل الكيان الصهيوني يجب أن تكون هنالك ضربات، ويجب أن تكون هنالك ضربات من أكثر من جهة حتى يعلم العدو بأن استشهاد السيد حسن نصر الله وقد يتوهم بأنه انفراد بالمقاومة. هل لديك معلومات عن خليفة السيد حسن نصر الله السيد صفي الدين هاشم صفي الدين؟ نعم. الكلام الذي خرج الآن حتى هناك تخوف من قبل اليوم الداخل العبري في الكيان الصهيوني، هناك تخوف غربي أمريكي من هذه الشخصية. يعني يقولون أن سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله كان ممكن يناور مفاوضات غيرها بابتسامته المعهودة. يعني شخصية ممكن نستطيع أن نقول مرينة. أما السيد هاشم صفي الدين. نعم. حقيقة هو ما أقول تلميذ السيد حسن نصر الله، بس هو كان ملاصق لحركة السيد حسن نصر الله، وكان من أشد الناس أو المقاومين ضد الكيان الصهيوني، ولديه خبرات طويلة عسكرية وأمنية واستخبارية، وكان من قادة المقاومة في حزب الله. فلذلك أنا قلت وأحب أن أكمل، يعني قلت أن استشهاد السيد حسن نصر الله الذي لم يكن دكتاتورا، وكان هنالك قيادات، وهذه القيادات التي ظهرت وإن شاء الله هل أخطأ الكيان الصهيوني؟ نعيد حادثة بالضبط. نعم. لما استهدفت إسماعيل هنية الودود الطيب الدبلوماسي وحماس إصرارا باختيار السنوار صاحب الذي يتمشى والمسدس دائما موجود معه، فهل أخطأت اليوم الكيان الصهيوني باختيار السيد حسن نصر الله؟ هذا الوجه اليوم البشوش المرحب الدبلوماسي مع الآخرين بوجود السيد هاشم صفي الدين. لو كانوا يفكرون مثل تفكير حضرتك، تفكير قادة المقاومة، لما قاموا بقتل الشهيد إسماعيل هنية ولا قتل الشهيد حسن نصر الله، لأنهم يعلمون أن الأحداث طويلة ومنذ فترة ليست بالقصيرة، والمقاومة الإسلامية في إيران في لبنان الحقيقة كان لها تاريخ في المقاومة ضد الكيان الصهيوني، ولكن كان أيضا هنالك يعني تحركات دبلوماسية ترافق العمليات العسكرية. لكن الآن مثل ما تفضلت السنوار والسيد هاشم صفي الدين، هذول أكثر حدة ومقاومة للكيان الصهيوني، فالكيان الصهيوني كان على خطأ كبير. اغتيال الشهيد إسماعيل هنية واغتيال الشهيد حسن نصر الله هو اغتيال أسماء، لأن هؤلاء لهم علاقات دبلوماسية، لديهم علاقات مع كثير من الدول العربية وكثير من حركات المقاومة، ولديهم أيضا علاقات مع جميع دول العالم. هم باستشهاد هؤلاء كانوا يتصورون بأنهم سيقضون على المقاومة في حماس وفي حزب الله. نعم. طبعا أحبة المشاهدين أيضا ننتقل للأستاذ هيثم حسون من سوريا. أستاذ هيثم، أيضا أتكلم عن موضوع مهم جدا. خليفة السيد حسن نصر الله شخصية عظيمة، شخصية كبيرة استشهدت، حزب الله تعرف الأسماء الآن المطروحة، الاسم الأبرز بهذا الموضوع، توقعاتك للمستقبل القريب تحت قيادة جديدة لحزب الله بأقل من دقيقة. طبعا حتى الآن
حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن خليفة سماحة السيد حسن نصر الله. حسن نصر الله لم يكن شخص، لم يكن قائد فقط، لم يكن، وإنما كان نهجا ومدرسة وأكاديمية لتخريج القادة ولتفريخ القادة والأركانات ولتدريب المقاومين على أسس المقاومة ولتدريب أو تمكين أبناء المقاومة من الأساليب، من أساليب التعامل مع العدو وأساليب العمل من أجل استكمال وتحقيق الأهداف. بطبيعة الحال إن كان سماحة السيد أيضا هاشم صفي الدين، فنحن نعلم طبعا نتيجة المتابعة المستمرة للسنوات الطويلة الماضية لمسيرة حزب الله أنه كان رئيس المكتب التنفيذي وكان أحد أكبر الشخصيات الفاعلة ذات القرار الحاسم ذات المتابعة المستمرة لكل الأمور المتعلقة بالحياة التنفيذية أو بالإجراءات التنفيذية التي تتخذ في قيادة حزب الله العليا. الموضوع العسكري أعتقد أن قيادات الصف الثاني والثالث والرابع والخامس لا تزال سليمة في المقاومة رغم أنها تأثرت بفقدان قيادات الصف الأول والثاني، ولكن بالتأكيد هذا لن يكون له تأثير طويل المدى. هو في التأثير الآني نعم موجود، ولكن هذا التأثير الآني سينتهي خلال أيام قليلة جدا وتعود للمقاومة فعاليتها. وحالة الاستمرار في استهداف الكيان الصهيوني من خلال المقاومة وعدم انقطاع عمليات القصف ولو لساعة واحدة كانت دليل على أن المقاومة تمتلك القيادات التي تستطيع أن تقوم بما يجب القيام به. وأعتقد أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن هذه الجريمة كالثمن الذي دفعته خلال أو بعد اغتيال سماحة السيد عباس الموسوي عندما تم اختيار سماحة الإمام الشهيد حسن نصر الله. كل التحية لقيادة حزب الله والتي أستاذ هيثم. إن الكيان الصهيوني يدفع ثمن جرائم ارتكبها منذ عام 1948 جعلته يلعن الساعة التي أقدم فيها على قتل عباس الموسوي، وتسببت بحضور سماحة الإمام الشهيد كل التحية كل التحية والشكر لك أستاذ هيثم حسون من سوريا الباحث بالشأن السياسي. عذرا وقت البرنامج أو وقت التغطية انتهى، نتمنى كان كملنا حديثنا معك. وأيضا كل التحية والشكر للأستاذ محمد الربيعي الخبير الأمني والعسكري والسياسي على كل هذه المعلومات اللي ضفتها إلى هذه التغطية الخاصة. شكرا جزيلا أحبة المشاهدين. تغطية قناة الأيام الفضائية مستمرة على مدار الساعة بكل الساعات بكل الأحداث. ترقبوا أيضا تغطية أخرى بعدين. نلتقيكم بالتغطيات الأخرى. إلى اللقاء.